باسم المكتب الوطني ومعي الرفيق الصلحيوي محمد. باختصار شديد نذكر الإخوة والأخوات أن اللقاء، وهذه تسمعوها مزيان، أنا كنبغي الإخوان اللي حاضرين هنا يسمعوا هذا الشيء مزيان باش يعرفوا مع من كينظلوا في الساحة، باش يعرفوا شكون اللي بالفعل كيتبنى الملف ديال الأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم التعاقد قهرا من طرف العدالة والتنمية. أنا غادي نقول لكم واحد الهضرة، في اللقاء ديال 9 مارس فاش اتصل مدير ديال الموارد البشرية بالسيد الكاتب العام ديال النقابة الوطنية للتعليم كيتصل وكيقول بالحرف أجيو كاين لقاء السبت مع الأربعة العشية وجيبوا معكم المتعاقدين ديالكم. قلنا له شوف بالحرف الواحد، قلنا له حنا والتنسيق الخماسي، ملي كنقول التنسيق الخماسي البيان والبلاغات راه واضحة، يعني نقابة واحدة أخرى الذراع الأيمن والقلب النابض ديال الحكومة تم عزلها عن النقابات وجابوه أطراف أخرى طرف، لأن كتحاول الدولة المغربية باش تفك الارتباط القوي، أقول الارتباط القوي بين النقابات الخمس والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وباقي الفئات. بالمناسبة الإخوان ديالكم في التنسيق الخماسي والبلاغ الأخير وجميع البلاغات نتحدث عن جميع الفئات المتضررة على المستوى الوطني، ضحايا النظامين والزنزانة 9 والأطر الإدارية والشواهد والمبرزون والمستبرزون وغيرهم من الفئات الأخرى. الإخوة والأخوات في اللقاء ديال 9 مارس كيقول الوزير بالحرف شنو؟ أعطيونا راه هادو بحال هادو، احنا جايبين 14 تعديل بحال اللي قالها شفتها في الفيسبوك كتقول الماكله مالحه وما كيبدلوا لنا المعارض. راه حنا كنقولوا لك راه الادماج في نظام اساسي واحد وموحد ديال كافه نساء ورجال التعليم، جايبين 14 تعديل لا علاقه له بالوظيفه العموميه لا من قريب ولا من بعيد، كيبدلوا الكلمه ديال التعاقد. حنا ما كيهمناش المبدا الثابت اللي كانت عليه التنسيق الخماسي وهو الادماج الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد في نظام الوظيفه العموميه ونظام اساسي. المغرب 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 المغرب. كيقول لك نبداو النقاش في 14 نقطه، كنقول له ما كاينش النقاش في 14 نقطه، لا قولوا لنا وزير التربيه الوطنيه كيقول بالحرف، قولوا لنا ان غادي نقدوهم كي هادو كي هادو، اي الاساتذه المرسمين التربيه النظاميه والاساتذه اللي فرض عليهم التعاقد. كنقولوا حنا مطلوب واحد حاجه واحده وهو الادماج، لا حيدوا هادي وناقشوا في هادو، لا حيد هادو وناقشوا في وحده ماشي ناقشوا، وهو الادماج. هذا مبدا ثابت ديال النقابات الخمس والتنسيق الخماسي باش حتى واحد ما بقى يتزايد علينا في الساحه. انا قلت واحد النهار في وجده في المعركه ديال 3 يناير راه نقابه معينه الخوت، حنا ما كنجايش نقولوا شكون اللي كيصب نحسن التيد ولا امور، ماشي من شيام ديالنا داخل الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، ولكن من شيام ديالنا نفضحوا المنافقين، نفضحوا اللي كيلعبوا في اصوات ديال الشعب المغربي. هذا جانب ديال اللقاء. البلاغ الاخير ديال وزير التربيه الوطنيه شنو كيبين؟ كيبين لك الارتباك ديال الحكومه وديال وزاره التربيه الوطنيه، كيحتضروا بواحد الشكل، راه الاسلوب ديال التهديد وديال الترهيب مشى مع زمن سنوات الجمر والرصاص، رافضين جمله الوتفصيله باش دير مذكره ديال ان الساده المديرين يديروا انقطاع عن العمل الاساتذه الذين فرض عن التعاقد. الاخوان راه المذكره غير قانونيه بالبت المطلق، اقول للساده المديرين والسيدات المديرات بالجهه الشرقيه الانقطاع عن العمل ماشي قانوني، لانقطاع العمل كيدار الواحد اللي في النظام الاساسي ديال الوظيفه العموميه وعندهم تفويض في هذا الشان. اما التفويض فيما يخص الانقطاع عن العمل بالنسبه للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد ما عندهمش. وهنا غادي نفتح واحد القوس، كنحيي الاخوان والاخوات المديرين ديال الشفشاون اللي رافضين بالاجماع ديال الاستفسار وديال الانذار ديال الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد.
معركة بطولية ديال الشفشاون، لأن ما كنقولش الشفشاون. لا لا ثم لا، ولا لا ثم لا، والتعاقد المهزلة. ذكرت الشفشاون وكنحيي المديرين ديال بني ملال، واخا كاين التفويض عند المديرين ديال القطاع عن العمل، كندير القطاع عن العمل في الوقت اللي كيكون الأستاذ متغيب، راه الأساتذة في إضراب، والإضراب حق مشروع وفق الدستور ديال 2011. بالمناسبة كنحيو كذلك الإخوان ديال المديرين ديال بني ملال، الآن دايرين وقفة تضامنية مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وجايبين اللائحة. راه هادو مضربين، وها البيان ديال التنسيقية الوطنية، راه هذا هو الموقف السويدال من طرف الإخوان ديالنا والأخوات ديالنا المديرين والمديرات ديال الجهة الشرقية. حنا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل راه معاهم مع الحق، وبالتالي أي قرار فهو مرفوض. وعباد الله، وعباد الله، رخصة ما كيقدروش يعوضوها، رخصة الأستاذة كتخرج تولد وما كيقدروش يعوضوها بشهرين وثلاث شهور، ودابا جايبين حلول تركيعية وكأنما ما عرفناش عندهم شي خاتم سليمان ولا ما نعرف، وباغيين يعوضوا 55,000 وطنيين، واحد عاطيهم التحضير للسادس في الدريوش، شاد مؤسسة وباقي يعطيو له الجماعة ويعطيو له الإقليم ويعطيو له الجهة ويقري كلش. أشنو غادي يقرا من التحضير للسادس؟ أشنو؟ لا غادي يشدهم غادي يحضيهم، ولكن مع الأسف الشديد راه شفتو ديك الوثيقة كتدور في الفيسبوك. مع الأسف الشديد السادة المديرين راه عندهم من الطلابي ديالهم تاهما، راه تاهما فئة خصهم ينضموا للفئات الأخرى، نبين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وينضموا مع النقابات الأكثر تمثيلية الخمس من أجل انتزاع الحقوق. كيجي وزير التربية وكيقول لك وانتم وطنيين تمشيو تقراو ولاد عباد الله. راه الوطنية الخوت تبتدئ السيد الوزير المحترم ورئيس الحكومة، الوطنية الحقيقية تبتدئ بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في نظام الأساسي الوظيفة العمومية. ما كاينش شي حاجة أخرى، ما كاينش شي حاجة أخرى سميتها الوطنية ما غيرهاش إذا كنت بالفعل وطني. هذا جانب كيطلب الأساليب ديال الترهيب والتخويف ديال اللوائح. وبالله عليكم تقولوا لي واش دابا باقي شي لائحه ديال الانتظار في المراكز ديال المياه الطبيه والتكوين؟ حنا في شهر 4 وكيديروا لوائح ديال الانتظار، هادو يجيبوا حسن السيره ويجيبوا داك الملف ديال المصيبه التحلاوي التحكم. ابريل العام كمل، السنه كملت، وبالتالي هاد المساله باش ما نكثرش على الاخوان، حنا موقفنا وراه معايا الاخوان ديال النقابات الاكثر تمثيليه وخاصه في التنسيق الخماسي كنسقوا على المستوى ديال الجهه، اقول بشكل مسؤول وأشر الاتفاق البارح مع الإخوان ديالكم الكتاب الجهويين ديال النقابات الخمس تنسيق الخماس. أقول بالنسبة للإخوان ديالنا والأخوات ديالنا الرسميين، حذاري ثم حذاري لتكسير معركة بطولية قل نظيرها على المستوى الوطني. حنا في النقابات الخمس راه معاكم وكنستسمح للإخوان، راه معايا هاد الشيء راه ما غاديش يسكيوه، وبالتالي راه كيتصلوا، راه أي شيء مدير ولا مديرة إقليمية ولا مدير الأكاديمية يدار شي مراسلة، حنا في النقابات هاد الشيء اتفقنا البارح مع الكتاب الجهويين فين ما كانت المؤسسة ولا مديرة إقليمية غادي نوصلوا تما باش نختم الإخوان والأخوات الإدماج ولا غير الإدماج. وتحية للجميع وتمتم